تضع المخاوف يا جارديم لجماهير الهلال من الأيام القادمة، إلا أن ينقذك الآن المنقذ، ومن غير بيريرا. بيريرا اللاعب اللي الكرة بأقدامه تعني هدف، أول لمسة تعني هدف، دائما 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 دائما. لقد دخل شباك الرهيب، أول أهدافه كانت فيه، والآن أهم أهدافه أيضا كذلك. الله 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 يا بيريرا، الله على اللمسة التي دائما ما تكون في طريق الشباك وتصنع الهدف. جعفلي باتجاه جوميز، الأسد ظهر أيها الأحبة في ليلة كبيرة وقال أنا هنا، أنا بفتن بجوميز، أنا الهلال، أنا الهلال.